تذكرون عن لقمان؟ نعم. لقمان الحكيم كان فيه حكمة وفيه رأي وفيه، مر على داود عليه السلام. عليه السلام. وكان داود يصنع له صنعة، فأراد أن يسأله، فقال هو في نفسه: لماذا العجلة؟ لأنظر يعني ماذا يصنع، أنتظر يعني. فجلس ينظر إلى داود عليه السلام. هذا قضية مو بكل شيء لازم تسأل عنه، بيجيك كل شيء، بس اهدأ وتأن بس شوي. يوم انه خلص داود يلبسه، قال انه يعني درع طيب، يقوم يلبسه كذا عليه، يقول انه يعني درع طيب. قال: فبلغت حاجتي وما سأل. ولما سألوه: من اين لك هذه الحكمة؟ وشلون جيت الحكمة حتى انه يعني وصل الى يعني من فضله وقدره وقدر حكمته، وذكر في القرآن. قال: اني ارى في اخلاق الرجال ما يستحسنه الناس والرجال فأعمله، وأنظر ما يكره الناس فأجتنبه. هذا عد في العلم الحديث يسمونه النمذجة، النموذج الطيب أنا أتصف به، أشوف وشلون ذا الصفة الطيبة، والله يحبها الناس، خلاص أسوي مثلها. شيء يكره الناس أبتعد عنه، وكل إنسان يستطيع أن يصل لهذا. لكن في واحد أنا خبره يا شيخ، أي هذا ما جاء الطبخ إلا تالي، يوم إنه جاء غطى على الجميع، نزل مظلي من فوق. سبحان الله، عجيب، كني أعرفه يا شيخ. والله يصلح كبسات. سأل الله. لكن الأولين لاعبين عليه، ربعه الأولين يقولون لهم صعبين، تصدق يا شيخ ليجي يصلحون الكبسة وش يسوون عشان يصعبون عليه؟ يروحون يغيرون السست. هو يحسب إن السست من الطبخ. هذا هو الحرف من اسمه عبد الرحمن. تدري ليش يبغونها؟ عشان الغسيل هو الصعب في الشتاء. اعوذ بالله، واحد اعوذ بالله، الشتاء ليل، واحد دق في الكبسه ثاني الليل. ثم ندفوها تحت التانكي، قالوا يلا استعن بالله غسل. لا تروح تغير السلسة. شو اللي خليك تضحك يا شيخ؟ سألني كأني والله ذقته من طبخه جميل. لكن أبشرك أنها أقبل إقبالا جميل، الله يثبته على ما هو عليه. عسى الله إن شاء الله يعجب بهالحجر، يخلص إن شاء الله.